ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العذراء، هنتكلم النهارده على الاشياء الساره الخاصه بالنص الثاني لشهر اكتوبر لعام 2022. برج العذراء، احنا عندنا النص الثاني هيكون مختلف كتير الاسبوع الثالث عن الاسبوع الرابع، لان موقع الشمس وموقع كوكب الزهره وموقع عطارد بيتغير على كمان تغيير مواعيد شويه. يعني عطارد هيبقى في انتقال لبرج العقرب من يوم 29، اما الشمس وكوكب الزهره من يوم 23 بتكون موجوده ببرج العقرب، يعني انتقال من الميزان للعقرب. كمان هيكون كوكب المشتري من يوم 25 بيبقى لبرج الحوت، هو متراجع. طيب بالنسبه لبرج العذراء، تأثير ده كله بالنسبه لك ايه من الاشياء الساره؟ بالنسبه لك خليني كده ابدأ اول حاجه اني اوضح لك اكتر الايام اللي فيها ايجابيه بشكل رائع جدا وبشكل ملفت كتير لبرج العذراء خلال النص الثاني كمجمل عام. يوم 21، يوم 22، يوم 30، يوم 31. يعني بالنسبة لك الفترات دي هي الفترة الأقوى في الحظ. معنى كده إن مش باقي الأيام فيهم مشاكل أو خلافات أو الجو ده، لا بالعكس، أنا بتكلم على الأوفر حظاً، اللي هو لو انت وراك مثلا حاجة ليها علاقة بميعاد صعب قوي، خليك في الوقت ده، الوقت ده يبقى بالنسبة لك مكسب. طيب برج العذراء النقطة التانية تعتبر من ضمن الأشياء السارة الأمور المالية. على قد ما عندنا احتياجات مالية ومتطلبات مالية، إلا إن هيكون عندك تعاملات مالية ناجحة، وهتكون عندك القدرة على سداد ديون أو سداد الكثير من الديون أو سداد كتير من المتطلبات. يعني عندك القدرة على إن أنت تخلص متطلباتك، تنجز مهامك، تحقق ذاتك، عندك ده. فبرج العذراء عندك كتير من الامور الخاصه بامور ماليه، لا بتقدر انك تنجزها وتخلصها وتحققها والخ. فده بالنسبه لي برج العذراء جدا. برج العذراء كمان النقطه الثانيه او النقطه اللي بعد كده اللي تعتبر من ضمن الاشياء الساره، وانا بشوف ان دي من افضل النقاط اللي ممكن يحصل عليها اي برج. برج العذراء انت هيكون عندك فكره ان انت اوعى لنفسك. يعني ايه اوعى لنفسك؟ وده هيكون من يوم 23 عشان اكون صريحه معاكم اكتر. طيب هتبقى اوعى لنفسك ازاي؟ يعني هتبقى بتحاول كتير انك تبص لنفسك، تهتم بنفسك. الاهتمام بالنفس مش متعلق باني اهتم بالمظهر وبس، لا. الاهتمام بالنفس ان انا اهتم بالتعامل مع المظهر، مع الطريقه بتاعتي، مع اني انا ابعد عن الحالة النفسية الغير سليمة او صحية بان انا اكون افضل لاي شيء او في اي شيء. فانت بتتجه ناحية انك تتميز ثم تتميز حرفيا، لان يبقى عندك كتير فكرة اللي هو انا مش عايز اشوف نفسي قليل، انا مش عايز اخسر، انا مش عايز اقع. فهيكون عندك كتير من اللي هو انا عايز انطلق، عايز احقق، عايز اواصل، اوصل، عندك ده. فبرج العذراء عندك العديد من الامور المتعلقه بتحقيق الذات، انت عايز تحقق ذاتك، فبتبص لنفسك وتهتم بنفسك من الناحيه الظاهريه ومن ناحيه شغلك، من ناحيه مستقبلك، من ناحيه بكره، من ناحيه كل حاجه، من ناحيه تحقيق اهدافك يعني. فبرج العذراء بتفوق لنفسك بجد، وده شيء انا بشوفه حلو كتير. اكتر حاجه بقى بتفوق لنفسك فيها ليها علاقه بشأن عاطفي. اولا انت هتخرج من حاله الحيره ما بين شخصين، المقارنه ما بين حبيب وما بين الماضي او ما بين شخص ما. فهيكون عندك ان انت بتخرج بره فكره طرف اخر، فكره حيره ما بين شخصين، ان انت بتحب حد بس التاني بيحبك اكتر ومش عارف، عندك حاجات ليها علاقه بالتفاصيل اللي زي كده. بس يا برج العذراء هيكون عندك العديد من اللي هو فكرة اللي هو خلاص انا عايز اقف مع نفسي، عايز اشوف الاصلح ليا والقرار اتخذه. فعندك ده، ودي انا بشوفها انها من ضمن الاشياء السارة، لانك انت بتخرج بره طاقة الحيرة، انت نفسك محتار، انت نفسك ده بيخليك انك تصاب نفسيا، فبتخرج بره الحالة دي الى حالة استقرار. فدي من اهم النقاط. برج العذراء، برج العذراء مبدع جدا في حاجه معينه، هم عارفين قيمه نفسهم كويس قوي. يعني برج العذراء دايما يقول لك اللي يجي عليا ما يكسبش، برج العذراء دايما دي على لسانهم، اللي يجي عليا ما يكسبش. ليه؟ هو انا عايز اقول لكم ان كل الابراج الروحانيه كده جدا، يعني العذراء، الجدي، الميزان، الحمل، في كده بعض السرطان،
في كتير من الابراج اللي هم اللي يجي عليهم فعلا ما يكسبش خالص، برج العذراء منهم. المهم ان هتلاقي حقك جاي لك لحد عندك، فهتحس كتير ان انت، مش هقول لك شماته لان برج العذراء مش او مش 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 حاجه حلوه، بس فكره ان انت هتحس ان انت حقك جالك وانت ما اتحركتش. يعني انا ما اتحركتش، ان انا حقي جالي لحد عندي من غير ما من غير اي خطوه، فيكون ده نوع من انواع اللي هو انك حاجه كده بترضيك، ان الحاجه اللي كانت غيظاك قوي ومضايقاك قوي نتيجه ان شخص اذاك، انت كنت محروق جدا، فلما تلاقي ان الشخص ده وقع في حاجه فتحس اللي هو عداله، ده تطبيق عداله، فانت هتحس كتير باحساس اللي هو عارف فكرة لما تقول كده يا ربنا جاب لي حقي وانا قاعد، فتحس ان انت حد مسح قلبك كده بطيبة خاطر، فهيكون ده مش شماتة بس هتحس ان حقك بيرجع لك، فده من الشعور الايجابي اللي هتحسه جدا من هذا الامر او الخطوة دي. طيب عندنا بقى الميزة كمان ان هيبقى في علاقات طيبة، في كتير تواصل جيد، في كتير تصالح، يعني عندك القدرة على تحقيق تصالح ما بينك وما بين الآخرين، عندك كمان فكرة اللي هو تواصل، ترابط، علاقات، اتصالات، تواصلات، ففي ده في اندماج مجتمعي حلوة، لأنك كمان هتبقى برج العذراء اللي بيتكسفوا ويتحرجوا والجو ده كله، لا هيكون عندك كتير من الدبلوماسية حلوة قوي، عندك القدرة على انك تكون اجتماعي بشكل كتير لطيف، فده كتير هيحسن نفسيتك، هتحس ان انت مش وحيد، هتحس ان انت في وسط مجتمع، في وسط ناس، في وسط اشخاص تحبهم يحبوك، بتتعامل يتعاملوا معاك، فده شعور كتير برضو هيطيب خاطرك جدا، وهتحس ان انت منفتح اكتر، ليك علاقات اكتر، الجو ده هيبقى موجود كتير عندك، وده هيبقى بيضيف احساس ايجابي. من امتى الكلام ده؟ من يوم 23 اكتر. برضو بالنسبة لك هيكون عندك اجواء ليها علاقة شوية بالامور العائلية، لان في خلافات عائلية، احنا قلنا ان في تصالح بس في خلافات عائلية، الى ان هتعرف تتعامل مع الخلافات العائلية بايه. اوضح لكم، عارف ان لما يبقى في شخص انت على خلاف معاه والشخص ده انت عارف ان هو كويس قوي او عارف منه كويس قوي ان هو ما فيهوش خير، حاولت تقرب، تقف معاه، تسنده، مش عارف ايه، وفي الاخر خالص الشخص ده العبان، خبيث نوعا ما، هيبقى عندك كده فكرة اللي هو انا هعرف اتعامل معاك، اللي هو مش انت بتضحك في وشي ومن ورايا بتقول وتعيد وتعمل مش عارفه ايه، انا هعمل زيك بالظبط، فيكون عندك ان انت مش اللي هو بتحرق في نفسك نتيجة معاملة الاخر لك، لا هيكون عندك اللي هو انت بتعاملني كذا هعاملك كذا، تعاملني مش عارف ايه هعاملك مش عارف ايه، يعني المعاملة على قد المعاملة، فده هيكون بالنسبة لك برضو شيء بيخليك ان انت تحس انك اقوى، لانك لما بتخرج بره فكرة ان انت عمال تحرق في نفسك دي عشان خاطر فلان بيعاملك بطريقة مش حلوة، خاصة حد من الاهل، فده لما بتخرج من الحتة دي بتحس انك قوي، تحس ان انت قادر على انك تقف مع نفسك جدا، فده بالنسبة لبرج العذراء. برج العذراء عندك كمان هيكون في تحقيق لبعض الرغبات الموجودة عندك فيما قبل، بمعنى عندك ان انت كنت عايز تشتري حاجة معينة، عايز توصل لحاجة معينة، عايز تحقق حاجة معينة، كان بالنسبة لك ده من الصعاب، الى انك بتوصل. امتى؟ الاسبوع الاخير. فاذا الاسبوع الاخير فيه تحقيق من الرغبات او تحقيق من اهدافك يا برج العذراء، وده هيخليك كتير ان انت نفسيا تتحسن وانك تتألق اكتر، وهتحس كتير انك برضو اقوى. اقدر اقول ان برج العذراء بيستعيد الثقة في النفس نتيجة العديد من الخطوات والعديد من الامور اللي بيمر بيها بخلال النص التاني، خاصة الاسبوع الاخير، لان الاسبوع الاخير بالنسبة لك هو افضل وهو اقوى وهيبقى احسن وهيبقى فيه كتير من اللطف اكتر. طيب لان كمان انت هتحس ان انت عندك اشخاص يقفوا معاك وعندك اشخاص هيساعدوك وعندك اشخاص يخرجوك بره مشكلة، لان عندك حرفيا في مشكلة او امر جدلي، لا عندك الناس اللي تدعمك، عندك الناس اللي هتقف معاك، عندك ناس هتبقى بتساندك، هتبقى في اشخاص على قد ما هيبقى في اشخاص بتتكلم عليك طريقة مش حلوة او كلام مش حلو، لا في اشخاص اخرين هيتكلموا عنك بطريقة ايجابية، هيتكلموا عنك بشكل افضل، هيبقى كتير اشخاص بتساعدك بتقويك، الجو ده موجود كتير عندك يا برج العذراء. برج العذراء اقدر اقول ان عندك نجاح مهني يسبب لك دخل مالي افضل او احسن، في فلوس جايه لك احسن من قبل جدا جدا، وده برضه هيخليك ان انت تعرف تتعامل ماليا وتعرف تحقق مشترياتك او ان انت تسد ديونك واحتياجاتك.
ده من اكتر الامور الساره او الاشياء الساره اللي ليها علاقه بالنص التاني. بتمنى كتير اني اكون في التوكم. بحبكم كتير يا برج العذراء، وبتمنى لكم كل الخير وكل السعاده لاجل قلبكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.